أهلا من جديد. نفذت قوات التحالف الدولي عبر مروحيات تابعة لها عملية إنزال جوي في مدينة شحيل مستهدفة أشخاصا على ارتباط بميليشيات الإيرانية، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها التحالف أنشطة الإيرانيين في دير الزور. نتابع المزيد في تقرير عبد الحميد دباك. في تغير لمجرى الأحداث والمهام على الأرض، يضرب التحالف الدولي ويلقي كرة نار في الملعب السوري. وفي تفاصيل الأمر، فإن التحالف نفذ عملية إنزال في دير الزور استهدف فيها أشخاصا على ارتباط بالميليشيات الإيرانية في المنطقة وفق مصادر محلية. المصادر تقول لتلفزيون سوريا إن عناصر قسد دهموا بحماية طائرات التحالف الدولي منزلا يقيم فيه نازحون من مدينة الميادين قرب معمل السجاد في بلدة شحيل المتاخمة لنهر الفرات، والتي تعد من أهم المناطق التي تفصل بين مناطق نفوذ قوات النظام ومناطق قسد شرق النهر، وتقابلها على الضفة الغربية من الفرات مدينة الميادين التي تعتبر من أهم القواعد الإيرانية والروسية في دير الزور. العملية تزامنت مع انتشار لقسد في المنطقة، فرضت حظرا لتجوال الدراجات النارية وصادرت بعض الدراجات فيها من دون إيضاح الأسباب. حملات المداهمة والاعتقال التي تشنها قسد بين الحين والآخر تكررت في الآونة الأخيرة وتركزت في الريف الشرقي لدير الزور، كان آخرها في بلدة الشعفة حيث جرى خلالها اعتقال العديد من الشبان بالتهمة ذاتها. فهل تفتح الإنزالات الجوية بابا جديدا لصراعات روسية إيرانية شمال شرقي سوريا؟ أم أنها لا تختلف شيئا عن العمليات السابقة؟ وهل أضاف التحالف الدولي بندا جديدا لمهامه في الشرق، أم أن الأمر كان لدرء المخاطر ليس إلا؟ أرحب بضيفي الصحفي العلاوي مباشرة من غازي عنتاب للحديث عن هذا الموضوع. سأبدأ من السؤال الذي اختتم فيه التقرير، هل أضاف التحالف الدولي بندا جديدا على مهامه في الشرق، أم أن الأمر يقتصر فقط على عملية لدرء المخاطر في هذا التطور الأخير واستهداف هذه الجماعات التابعة أو المنتمية للميليشيات الإيرانية؟ التحالف الدولي لا يقتصر فقط على العمليات ضد داعش، خاصة في الآونة الأخيرة مع وجود بنود من أيام وجود القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق، حيث يستهدف كل القوى التي تشكل خطر على قواعده وعلى حلفائه. وفي أكثر من مرة قال الرئيس الأمريكي بايدن ومن قبله بأنهم ملتزمون بحماية حلفائهم وهم قوات سوريا الديمقراطية. لذلك العمليات التي ينفذها التحالف الدولي لم تكن منفصلة، بل كانت مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية، وهذا ضمن عمل التحالف الدولي في حفظ الأمن في تلك المنطقة، الأمن من منظور التحالف وقوات سوريا الديمقراطية. في الآونة الأخيرة تعرضت قواعد أمريكية كثيرة لقصف كان مصدره غرب الفرات، وعلى الأغلب يكون خلفه الحرس الثوري أو الميليشيات التابعة له. وفي آخر قصف أصيب 4 جنود في حقل العمر، وهذا ما يدفع قوات التحالف للمشاركة في عمليات أمنية، سواء كانت عمليات إنزال جوي أو عمليات مداهمة. لكن هذه المرة الأولى التي تشهد منطقة دير الزور عملية من هذا النوع من قبل التحالف يستهدف فيها جهات تابعة للميليشيات الإيرانية، ألا يشكل ذلك جديدا في سلوك التحالف الدولي؟ بالتأكيد هو عمل جديد في المنطقة، وقد يكون هناك تصعيد أكبر في الآونة الأخيرة، خاصة مع وجود قوات تتبع للحرس الثوري الإيراني وأيضا لقوات النظام الموالية وميليشيات موالية موجودة شرق الفرات في قرية الحسينية وقرية وصولا إلى قرية خشام التي يوجد فيها حقل غاز كونيكو. في هذه المنطقة تتواجد قوات إيرانية أو ميليشيات تابعة لها أو حتى تتبع يعني ميليشيات تتبع للنظام، ولكن يعني موالية بشكل أو بآخر للوجود الإيراني. قوات التحالف بدأت تدرك أن هناك خطر قد يتهدد قواعدها أو المقرات التابعة لحلفائها قوات سوريا الديمقراطية في تلك المنطقة، ما دفعها للتعامل مع الوضع الجديد بربما دعينا نقول بحزم أكبر من السابق، وهو إطلاق
يعني قذائف على مصادر النيران أو إطلاق صواريخ على المقرات الإيرانية المتواجدة غرب الفرات. الآن هناك عمليات تنفذها يعني قوات مشتركة بين قوات التحالف والقوات قوات سوريا الديمقراطية. طيب. عمليات أمنية، عمليات مداهمة، ربما في يعني الأيام القادمة سنشهد تبادل لإطلاق نار بين قوات قسد وقوات القوات التي تتبع لإيران في قرية خشام وهي قرية تماس. على ذكر الأيام القادمة، هناك من يقول بأن هذه العمليات، عمليات الإنزال الجوي، قد تفتح بابا جديدا للصراع المستمر والمتزايد بين كل فترة والأخرى بين الروس وبين الإيرانيين في المنطقة. يعني الروس الآن تقريبا خارج معادلة شرق الفرات بشكل كبير، خاصة مع انشغالهم في أوكرانيا وأيضا مع انشغالهم بالتنسيق للوجود العسكري في دمشق وفي الساحل وفي مناطق أخرى. لذلك الآن المواجهة ستكون بشكل مباشر بين الميليشيات التابعة لإيران وقوات سوريا الديمقراطية، وهما قوى ثانوية موجودة في المنطقة وكل منها تتبع لقوى رئيسية، سواء الولايات المتحدة ومن خلفها التحالف أو القوات الإيرانية الموجودة هناك. هذا الصدام سيكون صدام عسكري، ربما يكون بأبناء المنطقة أو يعني فكرة محلية، وليست صدام بين إيران وأمريكا، ولكن الصدام سيكون على الأغلب بين الميليشيات التابعة لهم سواء قوات سوريا الديمقراطية. إذا أنت ترجح أنها تغيرات تفرضها أو يفرضها الواقع المحلي في المنطقة. ياسر علاوي الصحفي، كنت معنا من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.